ايضا بس على اساس ما نكون ظالمين في المرحله هذه، انه انت ايضا عندك نجاحات كثيره الحمد لله، لابد ان تفخر بها وتسعد بها. اذا مو بعشانك عشان محبينك، وفي نفس الوقت عشان ام دائم تشعر بسعاده حتى وهي مريضه عندما تنجح، عشان حلم اب رحمه الله عليه، لازم تعتز بهذه الاشياء، وانت اكيد ادرى مني بهذا. لكن في نفس الوقت لما كنت تتالم وتعاني وفي لحظه الخيبات في ناس كانوا حدك، هل تغيروا عليك؟ هل خذلك الاصدقاء؟ الرحيبني عنده مسرحية بيقولوا حامل حامل الحزن ناس بتهرب منه. إذا أنت حامل حزن ناس بيهربوا منك. وتعلمت بالحياة علي إنه إذا عندي حزن حتى ما أرمي بلاي على الناس، يعني بحتوي حالي، بقدر أنا وأنا أعيش لحالي مع الحزن حتى بدده. والعلاقة الأفقية مع البشر علي كتير مهمة، بس أنا تعلمت إنه علاقتي العمودية مع فوق ولا مرة بيخيب ظني، فتعلمت انه بدل ما اتكل على فلان وعلان و و و واخرب لهم حياتهم بمشاكلي، عندي رب يستجيب لكل يعني خذلك الاصدقاء؟ لا، عندي بعضهم يلي هن كثير بيوقفوا الى جانبي، بلا عندي بعضهم كثير بيوقفوا الى جانبي، ولكن قلت لك ما بحب ارمي همومي على الناس.